حسب الشكل وحسب النقاش مع الطبيب يتم قياسه بعد الوجه للوصول إلى النتيجة الصحيحة، وتختلف من شخص لآخر. يعني ما يصير أنه إحنا الناس تعتقد أنه شيء اسمه قوالب، ماكو شيء اسمه قالب، هي عبارة عن مقاييس وقياس الأبعاد الصحيحة حتى يطلع شكل ملام للوجه، ما يكون أنه شيء ينشز، لأن إحنا أهم شيء أنه تصحيح النفس وتصحيح التنفس وتكون نفسية المراجع بأحسن صورة. صحيح، هاي نقطة أساسية. إحنا نريد أنه يطلع بعد العملية يكون مرتاح، ما يطلع أنه متضايق أو منزعج من النتيجة. فاختيار الطبيب، نقاش معه، الوصول للشكل المراد، توقعات ما بعد العملية، الأسئلة لازم تكون كلها شاملة، أنه الإجراءات قبل العملية شنو، بعد العملية شنو، والتوفيق من رب العالمين. يعني يمكن أي أكثر شيء يمكن الدكاترة يضجون من عنده يجيبون صورة يقول لك أريد نفس هذا. يعني حتى المراجع من جيب صورة لازم تكون في شكل أنه مقارب للوجه، ونقاش مع المراجع حتى نوصل نتيجة صحيحة. لأن يعني يجيب مثلا صورة فنان أو فد شخص أنه مشهور، بس أبعاد الوجه لما تكون نفس ترتيب أبعاد وجه المراجع تختلف طبعا من شخص إلى آخر. وعلى ذكر التطور اللي صار بعالم التجميل وتحديدا تجميل الأنف، بدليل أنه الكثير من الأشخاص اللي خضعوا لعمليات التجميل في السنوات السابقة اليوم هم في طور تعديل وتغيير أو تكبير أو غيرها من التفاصيل. فخلينا نتحدث عن هذه التطورات اللي صارت بعالم التجميل. علم التطور طبعاً، وخلال يعني فترات سريعة خلال السنوات الأخيرة، يعني قمنا نستعمل مجموعة من الأجهزة الجديدة فيما يخص عمليات تجميل الأنف. يعني إحنا فيما يخص بالنسبة العملية استعمل جهاز البيزوتوم، جهاز نستعمل نحت العظام بصورة أدق حتى نوصل نتيجة صحيحة. طبعاً المفاهيم تغيرت، إنه حتى الحفاظ على الشكل يبقى بصورة متوازنة فيما بعد العملية بدون ما يعاني المراجع إنه أي إشكالات، ونتجنب أيضاً المشاكل الأخرى. فموضوع التطور هذا شيء موجود ولازم يكون من النقاط الأساسية للنقاش بين المراجع والطبيب. نعم دكتور، احنا خلينا نكون واقعيين اليوم، العملية هي أكو نصها تقع على عاتق الدكتور، وأكو جزء أهم كذلك يقع على عاتق المريض، كون مثلا تنظيف الأنف أو الضماد ما بعد العملية، يعني الإجراءات اللي يجب اتخاذها ما بعد إجراء العملية من حتى تصحيح التنفس أو غيره. شو ممكن واحد نستثمر هذا الموضوع؟ يعني المتابعة بعد العملية تكون تواصل الصحيح مع الطبيب، التزام بالكلمات والتوجيهات الصحيحة له، التزام باللاصق، بالقوالب الأنفية، باستعمال المحلول الملحي، أنه الحفاظ على الأنف من التعرض للرياضة أو رياضات الالتحام الشديد، الحاجة إلى الراحة حتى يحصل نتيجة صحيحة، يبتعد عن تورمات وبقائها داخل الأنف، أنه الأنف يستقل بصورة أسرع وأصح ويحصل نتيجة اللي هو يتمناها. نعم. أكيد. وأكيد دكتور شدة الأعراض أو الأعراض طبعا اللي ما بعد العملية تختلف من شخص إلى آخر، صح؟ يمكن حسب قابلية الشخص. طبعا هذا شيء أكيد، لأن الأعراض تختلف من شخص إلى آخر، فبس التزام بالأدوية والتزام بكلمات الطبيب وبالمحاذير أكيد يوصل نتيجة سريعة. يعني أكو عدد من المراجعين التزام يكون 100% بحيث هو يتفاجأ سرعة وصوله للنتائج، يعني خلال أيام معدودة، يعني أنه يتفاجأ أنه بدون تورمات والأمور صحيحة لأن التزامه كان 100% صحيح. نعم دكتور، احنا خلينا نتكلم عن جانب آخر، اللي هو أكو بعض الأشخاص قاموا بعمليات ومع الأسف صار في تداعيات معينة بجمالية الأنف أو حتى على صحة الأنف الداخلية. اليوم الأشخاص اللي يريدون يسوون ترميم لعملياتهم، شنو هي الأشياء اللي يجب أن تأخذ بعين الاعتبار عند يذهبون إلى الدكتور وسؤاله؟ طبعا سؤال مهم. عمليات الترميم تختلف عن عمليات التجميل الأنف لأول مرة. عمليات الترميم يجب نقاش مع طبيب مختص مشتغل هاي العمليات، لأن بها عدة محاذير. أولا يجب أن عملية الترميم هدف الرئيس منها أنه إذا كان شخص عنده ضيق بالتنفس فيكون رقم واحد، أما إذا كان الشكل ضمن الحد الطبيعي ومرتاح له فما يسوي أنه هذا الشيء، لأن ما راح يكون العملية أسهل. اثنين، أنه تزداد احتمالية أنه الطبيب يحتاج زراعة غضاريف وهذا الموضوع، فتكون عمليتها أصعب والوقت يكون أطول بفترة أكثر من العملية الأولى. فيجب النقاش للوصول لنتيجة صحيحة مع الطبيب المختص وبصورة مناسبة.